الصوت العالي هو اللي غالب، ولكن إن شاء الله الحق سينتصر، والحق إن شاء الله هو اللي سيعلو، والأيام القادمة ستنكشف أمور كثيرة جدا. وأنا يعني ما قصدت بهذه المداخلة إلا أن أحييك على هذا الكلام الرائع والجميل، وأنا واثق أن كل المصريين الشرفاء الوطنيين فعلا فعلا يعني سعداء باللي حضرتك بتقوله، بالحقائق اللي انت بتقولها، وأنا يعني أنا مستعد، وكل شعب مصر مستعد يفدي قواتنا المسلحة بأنفسنا وبدمائنا، نفدي القوات المسلحة، لأنهم أنا كل ثقة في الله عز وجل. أنا يعني إن أنا بقول هذا دكتور توفيق تدينا لله عز وجل، بحب الديني ثم الوطني. نعم. يعني ده اللي احنا عاوزين نرفعه في هذه الأيام القادمة، حب الدين ثم الوطن. نعم. لأن حب الوطن يا دكتور توفيق هذا من الدين. نعم. حب الوطن من الدين وليس تملقا لأحد. نعم. فأنا يعني ما قصدت إلا أنا بشد على إيدك وبقول لك الله يعينك وجزاك الله خير وربنا يبارك فيك يا دكتور توفيق. متشكرين يا عم الشيخ محمود. الحقيقة أنا بشكر الأخ الفاضل الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة وشقيق فضيلة الشيخ محمد حسان. حقيقة ده بيفكرني ان فضيلة الشيخ محمد حسان الله يديله الصحة قال وهو يرتدي لباس العمرة، قال يا اخوانا لو حصل حاجة للقوات المسلحة الرجل لن يأمن على زوجه في غرفة نومه. وهذا حق، كلمة حقيقية، راجل تحدث بالحق. فما كان من اخواننا البعدة الا ان هم قعدوا يهاجموه ومش عاجبهم الشيخ محمد حسان عشان بيقول الحق. طيب يا سيدي انت هو انت اللي بيعجبك اللي بيقولوا الضلال؟ الضلالية اللي زيكم هم اللي بيعجبوكم؟ الا الصبح بكلام والظهر بكلام والعصر بكلام وبيطوعوا الدين والدين منهم براء وفقا لشهواتهم وشهوات السلطة وشهوات الكراسي. إنما لما الشيخ محمد حسان يقول كلمة حق يبقى مش حيل، ما يعجبهمش، أصله بيقول الحق، إنما هم مش عايزين واحد بقى يقول الحق. وعلشان كده لافندية قاعدين عمالين يهاجموا لي قناة الرحمة. يا اخويا انت هو وبيهاجموا الزميل ملهم العيسوي برضو بلدياتنا من المنصورة. يا اخويا انت وهو اذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرة، على رأي الفنانة ماري منيب الله يرحمها ويقدس روحها، بقت تقول ايه، اذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرة.